ماشي. تفضلي يا حدهود، عرفينا بنفسك واحكي لنا بقصة كفاحك. هدى إبراهيم محمود، رئيس قسم التعليم الثانوي في إدارة الوصية التعليمية. هي قصة كفاحي بدأت من سنة 90، 31/3/90، يعني من 33 سنة. توفى زوجي بعد حادث حصل له، وكان هو مفتش تموين في بيروت، مباحث التموين بيروت، وسافر الكويت ما كملش 25 يوم وتوفى. فالفترة دي 33 سنة قصة كفاح كبيرة مع أولادي. أكبرهم شيماء كانت عندها 3 سنين و3 شهور، وبعديها أحمد كان سنة ونص، ونهلة اتولدت بعد الوفاة ب4 شهور. فقصة كفاح يعني استمرت الفترة دي، وأنا في عايشة في بيت والدي، أنا وأولادي. والدي ساعدني في تربية أولادي، لأنه كان كل الدخل كان عبارة عن المعاش ومرتبي. أنا كنت مدرسة إعدادي في الفترة دياتي في مدرسة الإعدادية الحديثة، والحمد لله. يعني الأم اختيار الأم المثالية على الأولى على مستوى محافظة أسيوط، ده تكريم كبير يعني من ربنا ليا ومن القادة المسؤولين، وده أفضل تكريم يعني الحمد لله. وأفضل تكريم بالنسبة لي هم أولادي، أولادي وحصولهم على الشهادات، أعلى الشهادات، والحمد لله إن هم بنتي الكبيرة. يعني أحكي قصة كفاحي من البداية. هو أنا كان عندي أقل من 26 سنة، وتوفى زوجي، كان مسافر، هو مفتش تموين، كان في مباحث التموين في بيروت، وأخد أجازة وسافر الكويت، بس كانت 25 يوم يعني بس مدة السفر. بعدها حصل حادث وتوفى، والوفاة كان هو ما كانش كمل 36 سنة برضو. وبنتي الكبيرة كانت 3 سنين و3 شهور، وابني كان سنة ونص، والصغيرة اتولدت بعد الوفاة ب4 شهور. فكانت صدمة كبيرة بالنسبة لي. يعني لسه التلات أطفال سن صغير. فرحلة كفاح يعني 33 سنة ربنا ساعدني فيها. هو أبرز الأزمات كان بالنسبة لي في بداية حياتهم وهم أطفال صغيرين، في التقديم على المدارس، على في التعليم بتاعهم، في لو كان في تعب، كان طبعا عشان عدم وجود الأب وكده. فبنتي الكبيرة دي لما كانت تتعب زي أي طفل بيتعب، وابني برضو نفس الكلام، فكنت في مشوار إذا كان لدكتور كشف أو كده، أو أبسط الأمور. يعني بنت الصغير اللي هي الكبيرة دي لما تعبت خالص وعملت لها اللوز، فكنت أتمنى يعني يكون معايا، موجود معايا في مشوار الحياة. فيه أمور كثيرة حصلت يعني، بس الحمد لله ربنا بيعديها. كنت أتمنى وجوده معايا برضو في لحظة ثانوية عامة، لما بنتي صغيرة حصلت على 99.8، فكانت لحظة فرحة وحزن في نفس الوقت. كنت أتمنى يكون موجود معايا ويشوف الفرحة دي. نياتي إن أنا أزور بيت الله الحرام. خلاص أنا أديت رسالتي، بس ما فيش غير فاضل لي في رسالتي إن أنا ابني يتجوز أفرح بيه بس، وأزور بيت الله الحرام.